السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هذا النهار ان شاء الله نتكلموا على واحد الموضوع اللي في حقه هو حصري على فقط على قناة ديدو سامدي، وهو اضرار وسلبيات تربية الارانب في المنزل. اذا وجود الارانب داخل المنزل يعرض المنزل والمرفقات ديالو الى العديد من الاضرار. وهذا الموضوع في الحقيقة كنتكلم على وجه الخصوص على التربية الأرضية وليس في الأقفاص. إذن المرافق ديال المنزل كيتعرضوا للإتلاف، وذلك من خلال العديد من الأمور، نذكر منها كقدم الأسلاك الكهربائية. يعني هذه أفكار يعني دونتهم، وفي الحقيقة راه مهم ومهم بزاف. كاين قدم الأسلاك الكهربائية التي قد تعرض الأرانب للصعق أو الحرق. أنتم راه عارفين اسمه هو الكهرباء بالنسبة للجسم، يعني أيا كان، يعني يا حيوان يا الإنسان، ليس الكهرباء خطر. إذن هذه نقطة. ثاني نقطة، وهي ممكن للأرانب تناول النباتات المنزلية واتخاذها كطعام. مثلا عندكم هنا يعني النباتات اللي ما كتشوفوا، ممكن ان الارانب توصل هذه النباتات، ما تخليهمش يعني في ظرف واحد، لان هي كتجب. كون خليتهم دابا في الارض، هذه النباتات كلهم غاديش يبقاو. يعني اللي الناس اللي كيديروا القزبر ولا كيديروا المعدنوس، انتم على احنا جاتنا الظروف على القزبر، ممكن انه يمشيو كتزارعين القزبر مثلا، غادي يمشيو ياكلوا منه صافي غادي يموتوا، لان القزبر كيقتلهم. هذه نقطه بعدا جات في الهضره. إذن هذه ثاني نقطة. ثالث نقطة، وهي مضغ الأثاث، ممكن أنهم يمشوا للأثاث والألواح البلاستيكية وأوراق الحائط، الناس اللي مغلفين بالحائط، كعد حويج كلهم ممكن أن الأرانب توصل لهم وتضيعهم هنكم. الأثاث مثلا طابلة ولا كرسي، ولا الأرانب لم توصلوا للخشب ولا الورق ولا البلاستيك، راهم خصوصا الرومية راهم كي ياكلوا الحاجة. إذن هذه هي ثاني حاجة. ثالث حاجة، كاين يؤدي عدم التنظيف اليومي. يعني انك تديرهم في الأقفاص، لاحظوا كاين غير ميكا كتجمع كل شيء. يعني ممكن انني ننظف من بعد اسبوع مثلا. اما بالنسبه للتربية الأرضية، الا ما نقيتوش عليهم يوميا، اسمو كيوقع ممكن انهم يتصابوا بالجرب اولا، الله يحفظ، ممكن انهم تجيهم شي حشرات كالبق والقراد. يعني هادو راكم عارفين سموه عدم التنظيف. عدم التنظيف كيخلي هذاك الفضلات كتجمع، وكيتجمعوا فيها حشرات، كيتجمعوا فيها، مهم نتوما في غنى عنها. كاين خامس حاجه، وهي هناك بعض الارانب الشرسه. يعني كتكون هي من عند الله هكاك شرسه، ممكن انها تأذي لكم الصغار والاولاد ديالكم. اذا هذه آخر نقطة. نشوفوا دابا لتفادي هذه النقاط وهذه العقبات، ممكن اتخاذ بعض الإجراءات أنا دونتهم، وهي لف الأسلاك الكهربائية جيدا. والناس اللي كيكونوا عندهم غير شي كوري، ولا كيكونوا مدوزين الضوء، ولكن دايرين غير السلوكة غير دايزين في الأرض هكا، ماشي مشكل. باغي يدوز لشي واحد البوله مثلا، بحال دابا انايا شوفوا اسم راني داير هنايا، معلي الاسلاك الكهربائيه. شو تلا، شوفوا شحال المسافه، وخصوصا انني داير ليكاج. اما اذا كنت داير مثلا التربيه الارضيه ومثل هاد الاسلاك غير مدليين على الارانب هكا، ممكن انهم يوصلوهم، غادي يبداو يقرشوا فيهم. يعني واحد الوقيته غادي يوصلوا للسلك، ممكن انهم يتحرقوا او يتصابوا بالصعقه كهربائيه. وممكن انه هذاك الا كان حداهم شي تبن ولا تنوض شي عافيه، الله يحفظ. اذا انا هذه الحلقه راه كنعتبرها يعني راه حلقه حصريه، لان المعلومات راه ممكن انهم يطراو اي مربي. حاولوا انكم الفيديو تعاودوه مره ومرتين باش تفهموا شنو راني كنقول. اذا هذه نقطه. كاين النقطه الثانيه، هذوك الاسلاك ممكن انكم ديروها عاود في شي انابيب. الناس اللي بغاو يدوزوها غير في الحيطه كقريبه، ممكن انكم تخشيوها في وسط شي انابيب حديديه. هذه كفكره. واذا كنتم ما دايرينش مغلفينها، ممكن انكم
تعليوها بعيدا عن الانانيم يعني في السقف، تكون دايزه في السقف ما تكونش دايزه غير في الارض ولا قريبه لهم، قريبه لهم يعني واحد النهار غادي يوصلوها. كاين قضيه عاوتاني وهي ابعاد النباتات المنزليه ووضعها في واحد المستوى مرتفع باش ما يوصلوهاش الارانب، يعني ديك المحيبقات، الناس اللي دايرين محيبقات ولا دايرين شي حاجه كزينه ولا زهور ولا، حاولوا انكم تبعدوهم واحد المستوى بعيد على الارانب، لان ما غادي يوصلوهم غادي ياكلو غادي ياكلوهم. كاين ايضا ابعاد الاثاث الصالح، يعني مثلا شي طبله او كرسي انتم كتستافدوا منهم ماشي غادي تشدوها وغادي تحطوها قدام الارنب وتغيبوا عليها واحد المده، غادي تجيو غادي تلقاهم اما ضيعوها اما كلاوها كاع كامله، لان الا خليتوها راه ممكن يبقاو ياكلوا منها واحد النهار تلقاو رجل ديال الكرسي مثلا ما كايناش. اذا حطوا حداهم الحوايج اللي نتوما ما محتاجينهمش، اما الحوايج اللي اتات كاتات حاولوا انكم تبعدوهم عليكم. اذا كما لاحظتوا معايا ان جميع هاد الاضرار هذه واش كاينه في, 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 في يعني في التربيه ديال الاقفاص، ما كايناش حتى ضرر من هاد الاضرار هادو. الا بغينا نعاودوهم كاملين غادي نعاودوهم في الاخر ما غاديش نلقاو الاضرار كاينين في التربيه ديال يعني ديال الاقفاص. يعني الواحد المربي ماشي غادي يبقى مقابل، ما غاديش يركز مزيان، غادي ماشي يبقى مقابل الاضرار ديال اللي غادي ممكن انها تجي من عند الارانب، لا غادي يركز بحال دابا هنايا لاحظوا ان كاين الذكر هنا نتوى هنا نتوى لهيه نتوى لهيه، كيكون لي المربي مقابل رزقه كما كيقولوا، مقابل الانتاج ماشي مقابل لا هذه مشات هنا ياك ما غادي تجي شي جربه ياك ما راهم وصلوا شي سلك ياك ما ياك ما، لا خص الواحد يركز مع الانتاج، الانتاج بالدرجه الاولى ماشي يركز مع شي حاجه في التربيه الارضيه. التربيه الارضيه اول نقطه يعني اللي مهمه بزاف هي التنظيف، خاصكم تبقاو تنظفوا كل نهار، لان داك عزاكم الله الفضلات ديالهم ولا البول الى تجمع كيؤدي الامراض. اما الاقفاص هانتوما اي زبيله كطيح لتحت ما كتبقاش يعني في واحد المستوى اللي الارنب زاطم عليها، لا صافي كتمشي كتبعد كتهود في الميكا، ممكن انها تجمع في واحد الطاس بحال هذا هانتوما بانيو هكا هانتوما صافي راه بعيد عليهم ما يمكنش انه يوصلهم في الارجل ديالهم. اذا كنظن ان هذه الحلقه راه مهمه بزاف، حاولوا انكم تعاودوها باش تفهموا عاودوها بزاف ديال المرات باش تفهموا العلاقه ما بين التربيه الارضيه والاقفاص. انا ديما كننصح بالاقفاص لان كترتاح المربي كيرتاح كيركز اكثر كيولي مقابل الانتاج ماشي مقابل شي حوايج اخرين، احنا راه حنا ذكرنا هاد الحوايج. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم ما تنساوناش بزر جيم. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.